لو بتكلم مثلا عن صورة عامة بتاع المشفى، أول حاجة إنه المشفى في حد ذاته ما بقدر بلبي طموح الناس كلها. الزوار اللي قاعد تكون موجودة ونحن ما مستعجلين على الإطلاق، نحن ما دار حتى الآن في شباب عندهم إرادة ثورية، لا ما دار حتى الآن في ناس عندهم شعور ثوري. إضافة لذلك بيكون في مشاكل كثيرة زول ضربوه. أنا سيادة بتاعنا أول عملية بتاعنا مفتوحة 24 ساعة ليل ونهار شغالين. أكثر من كده المشفى في حد ذاته تفتخر اللي عندنا مقومات بتاعت الخدمة الصحية. من حيث الخارج كده المشفى ما فيها سور، يعني في سور مؤقت. المشفى تفتخر للكهرباء، في شبكة بتاعت موية معطلة. العملية حقنا ده لما تخش جواها هناك يعني ما فيها مهدات، فيها معينات، يعني أدوات بتاعت التخدير، أدوات جراحية، حتى شكل التعقيم ذاته. المشكلة عندنا مشكلة في الكوادر في حد ذاته. بالإضافة لذلك المعمل في حد ذاته يعني فيها زي 4000 تكنيشن بمعدات بسيطة. المشكلة الثانية اللي تواجهنا ممكن وجود كهرباء على مدار ال 24 ساعة. يمكن نحن لخارج يوم الليلة ما عندنا كهرباء مستديمة على طوال اليوم. ممكن شغالين بنظام بتاع السولار سيستم ومولد صغير، وبنستخدم في حالات الطارئة مولد. في حالة الخريف الكهرباء بتقطع من الساعة 4 أو لما يكون في خمام. في الصيف ممكن يكون قاعدة لخارج المغرب، لكن بالليل ما بكون عندنا كهرباء. فده واحدة من الخدمات المهمة المحتاجة لها على مستوى المستشفى، ولو خارج يوم الليلة ما متوفرة الكهرباء. بعد نعمل الموجات نشوف الجنة سليم ولا عنده مشكلة. في اعتبار انه لان النظام الصحي بتاعنا ما قوي وما عندنا نظام صحي اصلا موجودة، ففي المستشفى بعيد بيجينا حالات زول عنده حالات الاعراض بتاعت التنفس، حالات الاعراض والعلامات، انا نقول له ريسبيريتوري سيمتوم اند ساين بيجيك. لكن بالبسيطة كان عندنا كمامات، يكون مطعم جاك تديه كمامة. يمكن انه المستشفيات بتاعت العاصمة في خرطوم تحديدا او في الولايات الكويسة الناس عملوا حاجة اسمها الترايات، يعني يفرضوا الحالة من قبل ما يجي قبل الطبيب. يعني من هناك بسألوا هنا انت تشكي من شنو، ما تعمليكوا انه المريض ده عنده اعراض وعلامات بتاعت التنفس، بمشي لزول اللي هو اصلا اوريدي بيكون رابط لابس البي بي اي اللي هي ادوات الوقاية بتاعت العناية، والتانيين ديل بيخشوا للدكتور هناك مباشرة. أنا هنا والله جانا حالات كثيرة مشتبهين في الموضوع، لكن أنا هنا ما عندنا مركز كويس جدا في ظل وجود مواطن بتتنبت تحديدا ما awareness أو ما واين، يعني شيء منظمات اشتغلوا في الحكاية دي، لكن الناس دار لهم شغل باستمرار شأنه يعوم في توقيع بتاعت الكورونا. الأعراض والألامات ما تمجاب كيف إنه زول يمشي المشفى وخش الحجر السيبرة. موظفين او بيسة بتاعت يونيميت شلنا منهم 6 عينات، فظهرت انه 3 عينات موجبة، فعملنا مع عينات مع السلطات والحجر الصحي وديناهم الناي، وقاعدين يتعاملوا معانا ومع وزارة الصحة مباشر في مسألة بتاعت جائحة كورونا. يمكن نحن برضو على مستوى المستشفى كل الكوادر تم تدريبهم بالنسبة لجائحة كورونا، بالإضافة لوزارة الصحة ولاية وسط دارفور قدر إنها تمدنا بالاحتياجات اللي بنحتاج لهم. الدائرة قبل شوية كانت في عملية نادي كده خليجي. كتبنا التقرير، هي التقرير التقني اللي هي تكنيكال ريبورت اوف نيرتيت هوسبيتال. كتبنا له إنه حاجات بتاعت العملية اللي احنا محتاجين له اللي ناقصنا كتير جدا جدا. مشينا للمعمل تكلمنا عن حاجات المعمل وركزنا له الحاجات بتاعت الطفولة والأمومة وحاجات بتاعت النساء والتوليد تحديدا، لأن بنعاني من مشكلة بتاعت الأسرة في الولادة والعمليات الطارئة بتجينا توالي. فده داير إنه يكون في طاقم طبي متكامل موجودة في المستشفى 24 ساعة، يكون متاهين متى ما جات أم عندها نزيف عندها عملية محتاج بعد ما يحصل لها اسيسمنت
انه ما تتاخر فيه، ما يكون عشان دي بقلل لنا من نسبه وفاه بتاعت الامهات. بنوصي انه حيتبني يعني اشعاع جديده بالنسبه للمستشفى، سواء كانت الميس للكوادر الطبيه، زياده انابر لخايد يوم الليله عندنا انبرين، محتاجين تاني لثلاثه او اربع انبر، محتاجين انه يتبني لنا غرفه مثلا للاشعه لخايد حسي ما عندنا غرفه للاشعه، محتاجين لجهاز بتاع الاشعه، محتاجين لقسم بتاع اسنان، محتاجين لاختصاصيين. المكتب بتاعت الصحة العامة ومكتب التحسين والميز بتاعته المفروض يتبني ويتوفر لهم كهرباء ويتوفر لهم سكن للكوادر بتاعتهم. عشان يكون في استقرار للحاجة دي كله، بقى نقول انه في المجال الصحي كانت كل منا رفعنا مطالب اسمه وكتبنا له تقارير اسمها مطالب الصور في المجال الصحي. بنفتكر انه المسألة السيئية او اقصد المسألة الامنية او السياسية ممكن ينتهي بعد يومين ثلاثة اربع يوم او خمسة يوم وكده، لكن بنفتكر انه في موضوع الناس لو ما افتكرت او ما تفكرت بعمق هيستلم الموضوع يكون موجودة، اللي هي موضوع الصحة. المستشفى ده مش محلية واحدة، ممكن تكون ماسك اكثر من محليتين، لانه اقرب مستشفى لكل القرى بتاعت الجبل، حتى القرى التابعة لمحليات تانية أقرب لهم إنه يتعاملوا مع مستشفى نرتدي.